الآن واحد من الغادات العسكرية والاستخبارات العسكرية، اتناقشنا معاه وقلنا له كيف عبد الرحيم دقلو طلع من الخرطوم إلى الزرو. فقال إذا ذهب عبد الرحيم دقلو إلى الزرق فليطلع في لايف، اللي يطلع في لايف ولا اللي يطلع قدام قواته ولا اللي يتكلم ماله، نحن ما طلع برا السودان. قال حتى لو طلع، عشان الناس هي ما بتأكد لكم معلومة زي دي، وده شيء دقيق جدا جدا بين الاستخبارات وبين الجيش، وده شيء بخصهم هم بيعرفهم هم، وهم عين الله ساهرة وعينهم ساهرة، القوات المسلحة ساهرة وصوت الحق ساهر. يعني الناس ديل ما مفرطين. يعني حتى لما اتكلمنا قالوا إذا عبد الرحيم دقلو طلع لدارفور، اللي طلع قدام قواته في دارفور نمرة واحد، ونمرة اثنين قالوا إذا طلع ما طلع بر السودان، ما طلع بر السودان. يعني الناس دي دائما ما بتقول لك حقيقة، ده شيء خصوصي بين القوات المسلحة وبين الاستخبارات العسكرية، وده شيء بيعرفوه. وقالوا احنا شغالين شغل بتاع تكتيكنا، الشعب ما يمل ولا يكل، نحن شغالين قالوا شغل دقيق جدا جدا، ودولتنا ما بنفرط فيها ولا حتى لإيجاد ولا حتى لاتحاد افريقي ولا حتى لجامعة الدول العربية ولا حتى لجامعة ولا حتى للاتحاد الاوروبي. يعني ما مفرطين في الدولة رسمي. والان ابشركم بشائر خير بان يا جماعة قادات الدعم السريع، قادات الدعم السريع ليس لها وجود في الأرض، والكلام والحوارات دي كلها يا جماعه قحط دايره تمثل تحافظ على كراسيها في السودان، ودايره تحافظ على رواحها في السودان، ودايره تحافظ على مكانتها مع الشعب السوداني. الآن قحط هي المتورة الدجيج كله، ومتورة الأمارات، والأمارات هي زي ما يقولوا بتحاحي بيضيل على قحط. لماذا استخدمت حميدتي وضيعته، والآن دائرة تستخدم الأحزاب، ودائرة تستخدم قحط في خيانة جديدة وفي خيانة عظمى جديدة، ودائرة السلم الوحيدة اللي هم دارين يخشوا بالسودان. عرفوا بأنه إذا كان لا وجود لدعم سريع ولا وجود لقحط في السودان، معناه ما بخشوا بيخسروا الشعب السوداني. الآن التعب بتاع الأمارات كله لأساس أنه ترجع قحط وترجع باقي شرارات، ولا باقي ناس بتاعين الدعم السريع اللي فضلوا ديل بيمثلوا الدعم السريع في الخارج، وهم دارين يرجعوهم لأساس أنه الأمارات يكون لها وجود في السودان تاني. فهمتوا الرصة والقصة؟ دي الرصة ودي القصة بتاعت الأمارات اللي هي جاية على الإيجاد، ودافع قروش للدول كلها، وحتى مهددة بعض من الدول لأساس أنه تقيف معاها وترجعوا قحط ورجعوا الدعم السريع في حوار، لأساس أنه يرجعوا لكراسيهم المساكين ما عارفين حاجة، والأمارات ترجع للخيانة العظمى في السودان. والجيش صاحي والشعب أصحى منه، والسوار المناضلين أكثر منهم كلهم، ونحن جاهزين لأي تضحية في السودان، أي تضحية في السودان حتى لو على عنقنا نقول الصح. الآن تماطل ما في، لا بنريد من قوات الشعب المسلحة تتماطل، ولا الاستخبارات العسكرية، ولا الشعب السوداني، ولا شباب السودان، ولا حتى السوار، ولا حتى المناضلين، ما دارين أي رجوع لورا. أي معنى إحنا الخلفي ده شلناه مرة، الخلفي بتاعنا شلناه، الرمي شنو؟ قدام، الرمي قدام. أي زول بينفزر بيتهمر بيرجف بيترقط، ده ما زول بيمثل الشعب السوداني. الشعب السوداني حتى لو داير تمثله بذكاء مثله، نحن معاك. إذا كان دائرة الشيطان تخششنا تتحاور معاهن بفهم ما يضيع الشعب السوداني، نحن معاك. لكن إذا كان داير تضيع الشعب السوداني بخوفك وبرجفك، فنحن بنطلع عليك وبنطلع على جابك وجاب جاب جابك، بنطلع عليك وبنشيلك برا وبنطلعك. ونحن عارفين نشيل أي زول واقف قدامنا خاين كيف، ما بنشيل له بندقية، لكن بنطلع عليه الشارع ده، والله نطلع عليه الشارع ده نشيله لو تتمسح الأرض كلها رسمي. نحن دارين زول سيدة وزول
يشتغل سيدا. نحن ما دايرين زول ارجع الخلف والله زول يعمل يوتير، ما في يوتير دي نحن ما عندنا، نحن سيدا في سيدا رسمي مشينا ده قدام لأي زول، قوات مسلحة ما نتراجعين منها، خليك من الدعم السريع ده تاني، ما عندنا له رسالة ولا حتى هو ذات واقف في طريقنا، لكن كلامنا كله لقوات الشعب المسلح، تمشي سيدا الروح معاك سيدا، عملت يوتير بتلقانا قدامك، بنقطع عليك الزلط وبنقطع عليك الشارع وبنبلك، ها بنبلك والله، بل الكفار ما يقبلوه رسمي وشعبي. فالناس تجيب على حق وتجيب على منطق وتجيب على حاجة، نحن موجه لكم وبنفسر لكم، واللي هي جارية من وراه الأمارات ورا قحط ورا الدعم السريع. فأكونوا صاحيين جدا جدا كشعب سوداني، الناس ما ترجع ورا، والناس تفتح الموضوع ده، الناس تسيب الخلافات بانه جيش كيزان والجيش كده، التفكيك ده كله تفكيك جاي جديد. اي زول بيطلع بيقول الجيش ده جيش بتاع كيزان، واي زول بيقول يا اخي الناس زي الخونه، واي زول بيقول كلام زي ده، فنعتبره بانه هم تاني داير يخشش لنا الخلافات في الشعب السوداني. الشعب السوداني واقف ورا مؤسسه عسكريه فقط، لا مع البرهان ولا مع كيزان ولا مع اي زول. نحن دايرين نحمي بلدنا من من الخيانة الخارجية والدول الخارجية اللي هي المتآمرة علينا. نحن خاين السودان ده، قالوا تاكلوا الضبعة خير من ياكلوا التمساح، اللي ياكلوا التمساح خير من تاكلوا الضبعة، اللي ياكلوا التمساح خير من تاكلوا الضبعة. حتى لو نحن واحد من الوطن ذاته داخل الوطن أكل، ولا تجي تاكلنا دول خارجية تشيل ذهبنا تشيل حاجات تشيل لك، خليه ياكل ويعمل استثمارات في دارفور في كردفان في النيل الأزرق في الشرق في أي محل، يعمل شركات يعمل أي حاجة، ونحن نكون نشتغل في الشركات ونشتغل في أي حاجة، ولا استثماراتنا تكون في الإمارات وتكون في قطر وتكون في ماليزيا وتكون في كلام تاني. الكلام ده كلام واضح جدا جدا، تمسك أبناء الشعب السوداني على صف واحد مع قوات الشعب المسلحة لحد ما نطلع من الأزمة والمؤامرة هي فيها ده، وبعد ذاك نحن بنقول رأينا كشعب سوداني عامة. والآن الاستنفار في كل ولايات، نتمنى من أبناء دارفور يستنفروا يحموا نفسهم، ما يغلطوا، سيبوا الحركات غادي، سيبوا الدعم السريع غادي، واستنفروا عشان تحموا نفسكم وتحموا ولايتكم وتحموا عرضكم وعرضكم. كلامي ده لناس دارفور.